السلام عليكم. شوف تي في معكم مولاي ادريس الوزاني، مثير مطعم دار الياقوت المتواجد بالهرورة. درت هذا الفيديو باش نبلغ المسؤولين على واحد الشكايه ديالي دايره بواحد الفريق اتحاد تمارا لكره القدم هواة. كانوا كيجيو ياكلوا عندنا هنا في المطعم، كنا كنديروا لهم ديرو باسبورتيف فيها دي زونطري، فيها دي بلا، فيها دي سير. من 2011 حتى 2017 كانوا كياكلوا، ما كيكونش عندهم فلوس. كنقول لهم، تيقولوا لي هما غادي يدخلوا الفلوس، غادي يدخلوا الفلوس. كنبقاو نطلقوهم الفريق المدينه ديالنا، خصنا نتعاونوا معاه، ما يمكنش نرجعوهم. الرئيس الاولاني الدكتور بوغالب كان هو الرئيس ديك الساعه في 2011 2012، بقات عندهم واحد 39000 درهم و200. كانوا تياكلوا عندنا، كل مره تيعطيونا شويه، كل مره تعطيونا شويه. من بعد تبدل الرئيس بوغالب، جا الرئيس عباد. ملي جا السي عباد عطينا التقرير المالي والادبي ديال اتحاد تمارا، خاصو حيت استمرار الاداره مش رئيس، الرئيس خاصو يخلص الناس اللي كيتسالوا. ناض السي عباد ما بقاش بزاف كرئيس الفرقه اتحاد تمارا، ما خلصنيش. بقاو كيجيو ياكلوا ويخلصوا، يجيو ياكلوا ويخلصوا ملي كان السي عباد. مهم ذاك الكريدي ما قبطناش. تبدل الرئيس السي عباد، جا واحد السيد سميتو بوشعيب. السي بوشعيب جا كلاو عندنا، كانوا كياكلوا تيخلصوا، ومؤخرا كلاو جوج مرات وما خلصوناش، زائد ديك الشيء اللي كان سالو قديم. دابا درت واحد الشكايه السيد عامل عماله سخيره تمارا، ها هي الشكايه. وكنشكروا سي دريس، رجل زعما تعامل معنا مزيان، مثال العامل الناجح. درنا واحد الشكايه للسيد معالي وزير الشباب، درنا شكايه للسيد رئيس العصبه الوطنيه لكره القدم هوات، درنا شكايه لمعالي وزير الداخليه باش يجيو يفتحوا هذه الفرقه. واش الجهه كتعطي، الوزاره كتعطي، العصبه كتعطي الفلوس وما تيبغوش يخلصوا الناس اللي كيتسالوهم؟ ها التقرير المالي والادبي ديالهم، ها هي. هادو كلهم كيتسالوهم فلوس، ها كياخذوا الفلوس من عند الدوله وتيمشيو فين تيخسروهم الله اعلم. فين كيديو هاد الفلوس الله اعلم؟ واش من عندهم لا حاسب ولا رقيب؟ واش الفلوس اللي كنحيدوا للمغاربه كيخلصوهم ضرائب ونعطيهم لفرقات الكره كيشدوا الفلوس يديروهم في جيوبهم وما يخلصوش لي فورنيسور؟ هذا الميساج كنوصلوا الله يخليك للمغاربه كاملين باش يعرفوا راه الناس اللي كتصوتوا عليهم قبل ما تصوتوا عليهم تعرفوا الذمه ديالهم. واش كيخاف الله في هذا الشعب ولا ما كيخافش الله في هذا الشعب؟ وكنشكركم جزيلا، وكنشكر شوف تي في اللي تعاونت معنا على هذا باش نفضحوا هاد المفسدين، وشكرا.